إذا دعا الإنسان ورفع يده إلى السماء فليعلم بأنه في تجارة عظيمة لن تبور. إما إذا دعا الإنسان إما أن يستجيب له الله عز وجل في الحال أي في الحياة الدنيا، وإما أن يدفع الله عز وجل عليه شيء من القدر بمقدار هذا الدعاء، وإما أن يأتي يوم القيامة فيجد حسنات أمثال الجبال فيسأل الله يا رب من أين لي هذه الحسنات، فيقول له هذه دعوات دعوتها في الدنيا ولم تستجب لك وادخرناها لك في يوم القيامة. فيتمنى الإنسان في تلك اللحظة بأن كل دعوة دعاها في الحياة الدنيا لم تستجب له.